ولقد كان الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات. لذا فإنني أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنة قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيداً كي تهب لنا الأمان والوطن. وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، وتحية لكل علماء مصر ومعلميها وعمالها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها، كل في موقعه كان بطلاً من أبطال هذا العقد الفريد من عمر الوطن. شعب مصر العظيم، شعب مصر العظيم، بالأمس القريب أديت اليمين الدستورية معاهداً الكل على رعاية مصالح الشعب ومحافظاً على سلامة أراضيه. واليوم أعهد الله أن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي، مؤكداً لكم على ما يلي: أولاً، الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح، لإصلاح المسار الاقتصادي قائمةً على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية. ثانياً، دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدت منذ إطلاق دعوتي للحوار الوطني في إبريل 2022، والتي دعمت مخرجاتها الأولى. واسمحوا لي أن أنا أخرج هنا يعني مدة دقيقة، إحنا كنا أطلقنا النداء ده أو الفكرة ديت أو الحالة دي، حالة الحوار الوطني، في إبريل 22 زي ما ذكرت كده. والنهاردة اسمحوا لي أقول لكم أن الدكتور ضياء إداني مخرجات بتوصيات ومقترحات تتعدى 90 توصية ومقترح. وأنا بقول للدكتور ضياء وبقول لينا كلنا، إحنا محتاجين، أولاً أنا بشكركم على اللي تم لغاية دلوقتي، لكن إحنا محتاجين أن حالة الحوار والنقاش والتواصل فيما بيننا تستمر في كل الموضوعات اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها ونتناولها بكل سعة سطر. إحنا لما بدأنا الفكرة، تفضل دكتور ضياء، تفضل، لما بدأنا الفكرة ديت يعني كنا في الأول بنجد شكل من أشكال يعني لسه بداية الموضوع، يعني فكان في أخذ و يعني كان في شكل من أشكال لكن بعد كده في متابعتي للحوار خلال الشهور والسنتين اللي فاتوا بصراحة لقيت إن إحنا بقينا عندنا فرصة أكبر وبنتكلم بشكل وبنتواصل بشكل أفضل وبنقدر نستوعب بعضنا البعض، لأن بقت حالة. وأنا عشان كده بقول إن إحنا يعني خسارة كبيرة إن إحنا ما نستمرش على النتائج الرائعة اللي تحققت ونبني عليها أكتر ونتكلم في كل شيء. وأنا عايز أقول لكم دايماً لما بنتواصل وبنتحدث مش شرط أبداً إن إحنا نتفق، يعني مش لازم نتفق، بس إحنا ممكن نختلف وآرائنا تبقى مختلفة ووجهات نظرنا مختلفة ويتبقى التطبيق العملي. وهنا يعني عايز أقول إن المسؤولين مهم جداً جداً إن هم يعرضوا، لأن هم عندهم بيانات وعندهم حقائق قد لا تكون متوفرة يعني أثناء النقاش مع كل اللي بيقوموا بالحوار دوت. فده مهم أيضاً إن احنا نستمر في الحوار. ويمكن الموضوع المهم قوي اللي احنا محتاجين نتكلم فيه، احنا اتكلمنا في 7 محاور، لكن أنا عايز أقول احنا طرحنا واتكلمنا في خلال السنتين في موضوعات كثيرة، منها الاقتصادي ومنها المجتمعي ومنها حتى قلنا يعني الإنساني والثقافي والديني يمكن. لكن في المرحلة اللي احنا فيها دي في تحديات كتير بانت خلال على الأقل 6 شهور اللي فاتوا، يعني لسه كنا
واحنا في مرحله فيها تطور كبير جدا يمكن تمس منطقتنا. ففي المرحله دي اللي هي بتمس منطقتنا احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض اكتر، لان احنا ممكن نجابه اي تحدي خارجي ونتعامل معاه ونقدر يعني نتجاوز مخاطره، بان هنا يبقى الكتله مصر، الراي العام، الناس، المواطن البسيط زي المواطن يعني كل الناس، كل شرائح المجتمع، ان هي تبقى فاهمه ان في المرحله اللي احنا موجودين فيها ديت مش عشان الاقتصاد بس، لا لا، احنا بنمر بمرحله يعني فيها تطور كبير جدا في الدنيا اللي احنا بنعيشها في منطقتنا وفي الاقليم وفي العالم، واكيد هيبقى ليها، اكيد هيبقى ليها تاثير. كل ما نكون احنا يعني الكتله صلبه وصامده ودعمه لينا، هنقدر نجابه اي تحدي او اي مخاطر ممكن تكون يعني مش عايز ازود كتير في النقطه ديت واسيب لكم انتوا الكلام فيها يعني، لكن عايز اقول احنا بقالنا 6 شهور، في 6 شهور من 7 اكتوبر للنهارده، في 6 شهور، واتصور ان خلال 6 شهور دول في كثير من الامور يعني اتضحت لينا كلنا، فاحنا محتاجين نستمر في الحوار والموضوعات اللي ليها تاثير كبير قوي على حياه الناس زي الموضوعات الاقتصاديه، مهم ايضا ان احنا نفرد لها شريحه اكبر ووقت اكبر.